احداث الاسبوع ونرجع مباشره بسم الله نبدا حلقتنا الليله من مساء دريم. شهدت أحداث الأسبوع أحداثا كثيرة ومتنوعة على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، وكان من أبرزها الرئيس السيسي يشارك في منتدى الحوار رفيع المستوى بين القادة الصينيين والإفريقيين. احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 44.419 مليار دولار نهاية أغسطس. البيئة تكذب ادعاءات فوربس بتصدر القاهرة قائمة أكثر مدن العالم تلوثا. السودان تحذر من ارتفاع منسوب النيل الأزرق. أول سفينة إثيوبية ترسو في إريتريا منذ عقدين. الرئيس الفلسطيني ترامب عرض علينا اتفاق سلام قائم على كونفدرالية مع الأردن. سلسلة اجتماعات فلسطينية وعربية ودولية في سبتمبر لبحث أزمة تمويل أونروا. وزير خارجية الباراغواي يعلن عن إعادة نقل سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب. الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على وادي العيون بريف حما. السعودية النيابة العامة السعودية تطلب الإعدام للداعية سلمان العودة. الكويت إيقاف الدراسة ليومين بسبب الحر وتعطيل التكييفات. البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته منذ انتخابات مايو ويفشل في انتخاب رئيس واستمرار المظاهرات في البصرة. الحكومة التونسية ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام. ظريف ترامب يعتزم استغلال رئاسته لمجلس الأمن لانتقاد إيران. الأرجنتين تلغي نصف الوزارات بهدف التقشف لمواجهة انهيار العملة المحلية. حكومة كاتالونيا تطلق حملة جديدة للانفصال عن أسبانيا. الصحة العالمية ربع شباب العالم معرضون للأمراض بسبب الكسل. متحف اللوفر أبوظبي يؤجل عرض لوحة سالفاتور موندي الأغلى في العالم والمعتقد أنها بريشة ليوناردو دافنشي. المتحف الوطني بالبرازيل يحترق بالكامل ومن بين مقتنياته 700 قطعة مصرية. العثور على بقايا إحدى أقدم القرى في دلتا مصر يعود تاريخها للعصر الحجري الحديث. صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم.